السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب، وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الله، أنا عندي كم سؤال من فضلك. شو اسمك بالخير؟ سعيد من أوكرانيا. سعيد من أوكرانيا، تفضل. السؤال الأول، السنة يقولون إن في رزية يوم الخميس لما رسول الله صلى الله عليه وآله قال أتون أكتب لكم كتاب لا تظلوا من بعدي أبدا، يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أمي وما كان يكتب. أريد الشيخ يعلق على هذا. نعم. والسؤال الثاني، في قناة المستغلة واحد منهم حاط علش بحلقة يعلش به ليل ونهار إنه الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة قال نصرت الإسلام وأهله في حروب الردة، وقال إن أبا بكر وعمر عملا بالحق. أريد الشيخ برضه يعلق على هذا. نعم. والسؤال الثالث، رضاع الكبير، شو يعني رضاع الكبير؟ أنا أعرف إنه ما تصمت أمام النقد، بس أريد أسمع من كلام الشيخ. نعم. أنا أشكر الشيخ على جهوده، ولكن في مثل يقول التكرار يعلم الحمار. لا، حشاكم حشاكم، بس الوهابية الحمير طبعا، أنتوا على عيننا وراسنا، نعيد لكم ألف مرة. الله يخليكم، مشكورين. حياكم الله. الله يخليك. نجاوب على الأسئلة أخوان ونأجل اتصالات لحظة، بس نجاوب كم سؤال وبعدين تأخذون سؤال. أي نعم. سماحة الشيخ، الأخ سعيد من أوكرانيا يقول في رزية الخميس عندما قال النبي صلى الله عليه وآله ائتوني بكتاب لن تضلوا بعده أبدا، في بعض يعني البكرية يقولون أن النبي كان أمي ولا يكتب، فهل هذا فعلا أنه كان أميا ولا يكتب؟ هذا من جهلهم بسيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الحقيقية، ولو أنهم رجعوا إلى أولاده وأسباطه من عترته الطاهرة عليهم الصلاة والسلام لعلموا منهم أنه صلى الله عليه وآله كان يكتب ويقرأ بسبعين لغة، لا باللغة العربية وحدها. وإنما كما قال أئمتنا عليهم السلام، ما مضمونه أنه صلى الله عليه وآله في مرحلة الدعوة القرشية، أي في قريش في مكة، ما كان يظهر أنه يقرأ ويكتب حتى لا يرتاب المبطلون. إذن لارتاب المبطلون كما قال القرآن الحكيم. وأما الاستدلال بأنه نبي أمي كما نطق به القرآن الحكيم، فكذا فسره الأئمة الشرعيون عليهم السلام بأنه تلك نسبة إلى أم القرى، أي إلى مكة، فمعنى النبي الأمي معنى ذلك النبي المكي. فهو صلى الله عليه وآله كان يقرأ وكان يكتب. وحتى لو افترضنا أنه ما كان يكتب، فإن مجرد ثبوت قوله هلموا أكتب لكم كتابا يقتضي منا الإذعان بأنه كان يكتب، أو لا أقل بأنه سيوكل إلى من يكتب وسيعتبر أن كتابة ذاك هو من كتابته، فيكون إملاء منه وكتابة مثلا من أحد من كتابه صلى الله عليه وآله. على أي حال، هذا كله لا دخل له في قضية رزية الخميس، لا دخل لهذه التمحلات وهذه المناقشات في ثبوت جريمة عمر بن الخطاب، هذه أجنبية عن تلك الجريمة. السؤال هو بماذا تدافعون عن هذا المجرم الذي أهان مقام النبوة؟